الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية نتابعها مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا يوسف، شكرا دينا، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. اختتمت فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا 2023 بحضور 4000 مشارك. هذا وتم عقد معرض بمشاركة أكثر من 100 عارض من شركة التكنولوجيا المالية لعرض أحدث المنتجات والخدمات المالية. بحضور 4000 مشارك اختتمت فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا 2023 بعدد من الجلسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية والابتكار والدفع الإلكتروني. زي ما بنقول النوع ده من المؤتمرات دايما بيكون عامل مساعد ورئيسي في توعية وربط الأحداث ببعضها. هي مش خطوة واحدة، لا هي مجموعة من الخطوات فيها شق ليه علاقة باللوائح والقوانين اللي الدولة بتصدرها كل يوم عشان تقدر تحط هيكلة واضحة ونظام واضح لنظام الشمول المالي، وازاي نقدر ندعم القطاع الخاص بشكل كبير. دي فرصة كبيرة لكل صراحة البيمنت الموجودين بمصر، نتعرف أكيد مع بعضنا وحتى تو كونتريبيوت بالفاينانشال انكلوجنز. أكيد فرصة، بتعرف يعني احنا كل الاقتصاديات العالم عم تمرق بفرصة شوية صعبة بفترة صعبة زمنية. أكيد وجود دي الشركات هنا بمصر رح تساعد على تسهيل معاملات أكيد دولية والرقمية. على هامش مؤتمر سيملس عقد معرض لأكثر من 100 عارض من شركات التكنولوجيا المالية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها الرقمية بمشاركة العديد من البنوك والشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة. بالنسبة للفاينانشال انكلوجن، التحول المالي اللي موجود في مصر الفترة اللي فاتت، فالاتجاه العام للتكنولوجيا بدليل توجه الدولة كلها، ده أدت إلى وجود مستثمرين من الخارج جم علشان خاطر ينفستوا، زي الشركة اللي أنا فيها دلوقتي بينفستوا برقم كبير ومبلغ كبير في قطاع البنوك وقطاع التكنولوجيا للشركات. السوق المصري سوق مهم جدا وسوق مؤثر جدا على المستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، سواء تقديم المنتجات الجديدة اللي بنسميها عندنا التوكنايزيشن، أو منتجات اللي هي اللي انت تقدر تستخدم التليفون في بديلا للبطاقة البلاستيكية، سواء في معاملاتك، سواء في طريقة الدفع بتاعتك. كل التحديثات اللي احنا بنقدمها في دول تانية دلوقتي بنقدمها كمان موجودة في السوق المصري، طبعا مع الاتفاق مع المنظم البنك المركزي المصري ومع البنوك المصدرة. تقام النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار بوابة التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة عدد من البنوك المركزية، بالإضافة إلى 150 خبير محلي ودولي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية والتعدينية في المنطقة والقارة الأفريقية يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص للوفاء باحتياجات شعوب المنطقة والقارة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان التوازن بين الموارد والمسؤوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين في الدول النامية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقر الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة توفر جميع الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة وإتمام الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25 وزارة وعشر جهات مستقلة و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالها.
أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.183 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 17608 نقاط. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة. إلى الأسواق الأمريكية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي، بينما يقيم المستثمرون نتائج البنوك الكبيرة مثل مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا، وذلك بعد انتعاش الأسواق الأسبوع الماضي تحسبا لنتائج وعلامات تباطؤ التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%. في المقابل انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بالتداول بنسبة 0.2%. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 23%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف ودينا، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.